بس فانا كنت يعني اقصد اقول ان احنا نقدر نعمل ده. فهل لكن نقدر نعمل ده؟ هما بيبيعوا ال 143 شاشة حول العالم، احنا عايزين نبيع ال 143 شاشة حول العالم احنا كمان. يعني عند ليه ما نعملش كده، وليه ما نجيبش حصيلة دولارية من طريق الفن؟ ليه ما نعملش كده مع ان احنا نقدر نعمل كده؟ لو انا اسف، الموضوع بقى الكاتب والمخرج اللي بيكتب ده هو الطبيعي، ده مش استثناء. لا يعني المخرج يكتب، المؤلف يخرج، المصور يمثل. يعني اقصد اقول مفيش في الحكايه دي، احنا طول العمر في مصر وفي العالم، مش في مصر بس، ان انور وجدي ممثل وكاتب سيناريو ومنتج ومخرج. نجيب الريحاني ما هو كاتب وممثل ومخرج مسرحي. السيد بدير ما هو كاتب ومخرج وممثل ومنتج. يعني اقصد الامور دي كلها يعني حاجه عاديه. ده بالعكس ده كويس جدا، يعني ده حلو يعني من نظريا يعني، انما المنتج الجمهور بقى. شخصيه الشيخ رشدي كانت طبعا شافت صدى كبير جدا عند مجموعه السوشيال ميديا وفي الشارع. في بقى انت لما نزلت الشارع والناس بدات تشوفك، ايه المواقف اللي حطيتك مع الجمهور اول ما شافوك؟ يا شيخ حسني يعني، يا شيخ حسني يعني مواقف بقى، تلاقي واحد بينعمل يناديك اول ما المسلسل اتعرض، هتلاقي حد وانت ماشي في الشارع بيقول لك يا شيخ حسني يا شيخ، وانا لسه مش رابط ان هو بينادي عليا، ان هو بينادي لسه مش بس حاجات كتير. بس طبعا حاجات يعني مواقف جميله ورد فعل جميل جدا، سواء في الشارع او على مواقع التواصل الاجتماعي، رد الفعل كان جيد جدا، او على قريت بعض المقالات كمان اللي كتبها صحفيين ونقاد، حاجه مبهجه يعني، حاجه جميله جدا الحمد لله. سؤال جدلي كل الناس بتقول كده، هو الفن رساله ولا اداه للتوفيق؟ رساله نقدر نفيد بها المجتمع، نقدر نقدمه، نبدا نحط سبوت على حاجه معينه، ولا هي مجرد اداه للترفيه، تسليه وقت الجمهور؟ شوف الموضوع ده ازاي. في ناس هو الناس لا، هو اولا هو الرساله وأداة الترفيه لا يوجد تعارض ما بينهم. هي أصلا هي فكرة الفن في كده، إنه لماذا يقبل الناس على الفن؟ لأنه بيعرض ما يريد عرضه بشكل مسلي، ولذلك أنا بنجذب ليه بشكل فيه تجسيد، وفي أحداث وفي قصة وفي تشويق، و دي ادوات للتسليه. لا يعني دي ادوات تسليه بستخدمها انا علشان انا قاعد عايز اكلمك في موضوع. هو على ذكر السؤال ده، طبعا مصر على مدار السنوات الماضيه يعني منذ الوقت السينما كان اول عرض سينمائي في مصر في الاسكندريه والا ده، كانت هي القوه الناعمه الابرز على كل مستويات الشعر الادب الفن. شايف مؤخرا ان الوسائط وصناعه الفن والتصوير بدا يسحب يعني ولو بشكل جزئي من مصر وبيروح لنواحي ثانيه احنا عارفينها، يمكن بفعل الاهتمام اكثر، الدعم المالي الكبير من مؤسسه الدوله هناك. هل مصر معرضه لخطر سحب القوى الناعمه منها؟ احنا اولا مش في منافسه مع اي جهه، احنا لا نناقح، بالعكس إذا ازدهرت صناعة السينما في أي قطر عربي، أو صناعة الدراما التلفزيونية، أو صناعة المسرح، ده حاجة جميلة
اولا لان احنا هنتفرج على ابداعات هذه الشعوب من اشقائنا. ايوه هذه مش ابداع الشعوب. وكيف وزي ما بنتفرج طب وماله طب وايه ما التعارض يعني احنا مش في جهات احنا مش متقابلين ولم نكن متقابلين في قبل كده ولا في اي يوم هنبقى متقابلين. يعني اذا ده يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الفن اذا كان انا يعني بتفرج على السينما بنتفرج على السينما في العالم والمسلسلات التلفزيونيه في العالم كله ده بالعكس ده احنا نحب نشوف مسلسلات من السعوديه ومن الامارات ومن قطر ومن البحرين ومن المغرب ومن الجزائر.